السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة عن الجوجوبة أو الهوهوبة. من حوالي 40 سنة كان في محاسب مصري بيعمل في أمريكا، وكان بيمر على صحراء أريزونا ولفت نظره إن في هذه الصحراء القاحلة في شجيرات لونها أخضر قوي ونامية بشدة وبأعداد كبيرة، فتساءل عنها وجمع معلومات كفاية هامة، ومن ثم أعجب بها وتم نقلها لمصر، وعمل فعلا بدأ أول شركة أنشأها لزراعة الجوجوبا أو الهوهوبا اللي بدأت انتشارها على الأستحياء في مصر. شجرة الجوجوبا أو الهوهوبا دي وحيدة الجنس، يعني منها شجرات مذكرة ومؤنثة. المؤنثة دي بتنتج بذور تقريبا بدءا من السنة الثالثة، ودي لما بيتم عصرها بيع 50% من الزيت الغالي الثمن، ممكن تصديره بالعملة الصعبة ومطلوب عالميا، لأن من مزايا أنه ما بيغليش ويتبخر إلا في 400 درجة مئوية، ومن ثم بيستخدم في تزييد محركات الطائرات. الكزب اللي باقي بعد عصر البذور ده بيدي معدلات عالية في الإنتاج الحيواني. ورق الجوجوبا والقلف اللي بيغلف الساق بتاع الأشجار بيتم تصنيع مبيدات طبيعية نباتية منه يقاوم النيماتودة وغيرها من الأفات في النبات. بيمتاز زيتها أنه ممكن الجلد يتشربه 10 أمثال أي زيت تاني، ومن ثم بدأ يدخل بشدة في صناعة الكريمات الطبية ومستعرات التجميل. الأمر الثاني أن هذه الشجرة ممكن لو ما تمش رعيها غير مرة واحدة في العام تظل برضو حية ومتماسكة ما تموتش، لكن لما نحب ننتج منها بنروي بقدر وبحساب، وبكده بنوفر المية، لأن إيه عند شح المية اللي هو بدأ ينتشر خاصة عندنا هنا، يبقى أنا بدور على حاجة تتحمل الجفاف. وبالتبعية ممكن الاستفادة بنواتجها المختلفة وتصدير الكثير من منتجاتها للحصول على العملة الصعبة، ويخلق ما لا تعلمون.